جروث هرمون. هو بوليبيبتايد هرمون، بوليبيبتايد هرمون ماشي. هنتكلم على الاكشن بتاعه بقى، ايه الفانكشن او ايه الاكشن بتاع الجروث هرمون. فقالوا انه زي ما مكتوب عندهم، اللي هو حاجه له اثنين، يعني في حاجه اسمها ميتابوليك افكت بيأثر على الميتابوليزم. وكلمه ميتابوليزم دي يا جماعه اللي هي الرياكشنز، كيميكال رياكشن. بقول ميتابوليزم بقول كيميكال رياكشنز، اللي هي قد تكون انتوا حافظينها دايما، ميتابوليزم او مش عارف الايد او مش عارف التمثيل الغذائي باللغه العربيه. طب انا هتفهمي هي كيميكال رياكشن بتحصل في جسمك اسمها ايه؟ يا اما كيميكال رياكشن دي بتصنع مواد اسمها انابوليزم، يا بتكسر كاتابوليزم، بس خلاص ببساطه يعني. فالمهم لها ميتابوليك افكت، يعني لها يعني تاثير على الكربوهيدرات، على الليبيد، على البروتين، هنشوف دلوقتي. ولها جروث افكت اللي هو عندك اول واحد، يبقى جروث هرمون الاكشن بتاعه والفانكشن بتاعه اثنين فانكشن او اثنين ميجور فانكشن، حاجه اسمها جروث افكت وميتابوليك افكت. عظيم معايا يا شباب. الجروث افكت قال لك هو يا اول ده الهرمون ده يا جماعه هو اللي بيشوفه بقى الانسان، يعني عظمه ربنا الانسان عباره عن ايه؟ زايجوت خليه واحده، جال اللي هو الاوفم البويضه، وجا مين؟ السبير. ده مش عارف 23 كروموسوم، ده 23 كروموسوم بقى كون خليه اسمها الزايجوت. من الخليه دي كون الانسان العظيم اللي هو انت يعني. طب ده ازاي بقى؟ اكيد حصل حاجه اسمها مايتوزس، يعني اللي هي انقسام مين؟ الخلايا. ماشي، الخلايا كترت وحصل لها ديفرنشيشن، يعني اتنوعت، يعني خلايا تكون مش عارف الجهاز العصبي، خلايا تكون مش عارف الماسكولار تيشو وهكذا. مين بقى اللي بيزود الريت بتاع الميتوزس ويزود حجم الخلايا؟ اللي هو جروث هرمون. ماشي، ويزود برضه جروث بتاع البون والاورجن. طيب اوكي، طيب مش هو اللي بيعمل الجروث بتقول ده انتحار، يعني ده هو اسمه جروث هرمون. ماشي، ما هو ده هو، مش في واحد ساعتها يا جماعه بيبقى عايز، خلينا بقى ندخل في نظام الجريمه بقى، مش في واحد عايز يقتل واحد؟ هو الاساس على فكره، هو المحرر، بس لا هو بيشوف واحد تاني محترف هو اللي يقوم مين؟ يأزر كمان يخلص اللي ايه؟ واحتمال هو اللي يلبس الموضوع كمان في الاخر يعني. ماشي؟ خلاص؟ يبقى الجروث هرمون عايز واحد محترف هو اللي ايه؟ اللي يقوم بالايه؟ بالعمليه دي. فالجروث هرمون بيروح على الليبر. وخلايا واذر تشو، بس احنا بنتكلم عن الميجر. بيروح على الليبر، في ريسبتور طبعا لمين؟ للجروث هرمون. الجروث هرمون بيعمل ستيميليشن للليبر سيلز او الهيباتيك سيلز ان هي تصنع مواد معينه اسمها سوماتو، خلي بالك بقى تيجي في امتحانها سوماتو ميدن. سوماتو ميدن الجروث هرمون بيعمل ايه؟ وعايز يزود الجروث بتاع البون وبتاع السيلز وكذا، بس مش هو اللي هيعملها، يعني هو في واحد تاني هو اللي ايه؟ هيقوم بالمهمه على اكمل وجه. فبيروح للليبر سيلز يحفز الخلايا تصنع مواد اسمها مين؟ سوماتو ميدن، اسمها جروث فاكتورز. المواد ديت او الكيميكال سابستنس اللي طلعت من الليبر دي اسمها سوماتو ميدن، هي على فكره عشان تفهمها هي مواد سابستنس ميديت ذا سوماتيك افكت وجروث هرمون، يعني هي مواد تسهل او تفعل ها او العمل بتاع مين؟ بتاع السوماتوتروفين. سوماتو ميدين جامد، يعني لو عايز تفبركها يعني
ما عليك ما تفكرهاش حاجه. المهم سمات ميدنز دي مواد تطلع منين؟ من الليفر. بس مين اللي بيأثر؟ جروث هرمون. وهي بقى اللي بتقوم بالمهمه. فالعلماء لقوا في تشابه منها وبين حاجه اسمها برو انسولين، او اختصارا هنقول انسولين. يعني في تشابه في الاستراكشر مين؟ السوماتوميدين وما بين اللي هو الانسولين. فسموها ايه بقى؟ فسموها انسولين لايك جروث فاكتور. سموها ايه بقى؟ لا اسم انسولين لايك جروث فاكتور. جروث فاكتور. انسولين لايك جروث فاكتور. في طبعا في انسولين لايك جروث فاكتور 1 2، يعني في حوالي اربع مواد عرفوها، مش يعني بعيد بعيدا عن التفاصيل مش هنتوهم. المهم انسولين لايك جروث فاكتور، هذه الانسولين لايك جروث فاكتور دي بتروح على البون يا جماعه، بتروح على البون والكارتليج، وبتروح على السوفت تيشو. السوفت تيشو يا جماعه اللي هو زي الاورجن الثاني بقى، الهارت، مش عارف السبلين، الاذر جلاند. ماشي. فهو بيعمل ايه بقى الهرمون قالك بيزود حاجه اسمها لينير جروث وفو. يعني لينير اللي هو الانسداد الطولي، يعني بيخلي البون مين زي ما شايفين اهو تطول. الفكره لما هنشوف بقى دلوقتي الديس اوردرز اللي بتحصل، خلل بقى لو في شخص الجروث هرمون خلل عنده، ممكن وهو لسه طفل بيبقى شخص عملاق، اللي بنسميها جيجانتزم، عشان المرض العملاقه مرض مين؟ العملاقه. هنشوف طيب وازاي بقى بيزود الجروث بتاع البون، ما يعني بيزود الخلايا اسمها اوستوبلاست، مش عارف بيزود حاجه اسمها الكارتليج سينسز، بيزود البروتين سينسز، يعني مش تبغينا عن المعلومه دي. هو بيزود مين؟ الجروث بتاع مين؟ البون. خلي البون ايه؟ طيب وفي نفس الوقت برضه بيزود الجروث بتاع السوفت تشو، بيزود الجروث بتاع السبلين، الهارت، كذا كذا كذا، الاذر جلاند. ماشي. طيب عظيم. نيجي بقى للميتابوليك افكت. نيجي للميتابوليك مين؟ افكت. بالنسبه للميتابوليك افكت عايز اتكلم على ثلاث حاجات. اتكلم على البروتين ميتابوليزم، كربوهيدرات ميتابوليزم، و كربوهيدرات سي اتش او، والفات ميتابوليزم، وليبيد او فات ميتابوليزم اللي هيعجبك. بصوا يعني انا لما اقول لك يعني في عندنا حاجتين بالنسبه للبروتين، مثلا هل بروتين سينسز او بروتين بريك داون، يعني مصنع بروتين ولا مكسر بروتين. تخيلوا ده هرمون نمو، يبقى بيعمل ايه؟ سينثيسيس. بيصنع ولا بيكسر؟ بيصنع. اكيد بيصنع بروتين يا جماعه، بالمنطق بيصنع مين؟ بروتين. فهو انا بنسميه يا جماعه، بنسميه انابوليك. مسمين انابوليك افكت. يعني ايه كلمه انابوليك افكت؟ انا هو بيزود انكريز البروتين، انكريز البروتين سنسز. معايا يا شباب ولا مش معايا؟ طيب ازاي يعني بيعمل الافكت ده ازاي؟ لو عندك مثلا ده السيلايات، احنا شرحنا لكم قبل كده ازاي البروتين بيصاب له سنسز، دي ينسخ مش عارف ماسنجر حدود فيلم هنا كده. فالجروث هرمون قال لك بيزود حاجه اسمها امينو اسيد ابتيك، يعني بيخلي، يعني لو واحد مثلا بياكل هاي بروتين دايت وبعد كده بيحصل لها دايجيشن وبتاع، في النهايه تحول دي سيمبل فورم اللي هو الصوره البسيطه خالص اللي هي الامينو اسيد، زي مثلا بتاخد كربوهيدرات مثلا بعد ما الستارش والبتاع ده بعد ما بيتهضم خالص، اللي هو الصوره حاجه اسمها مونوساكرايد اللي هي الوحدات البسيطه دي، الجلوكوز فركتوز مش عارف. طيب الامينو اسيد
حصل له ابزوربشن وراح في البلاد فكتير الليفل بتاعه بقى ايه عالي. طيب ما الامينو اسيد دي يا جماعه دي اليونت دي الوحدات اللي هنصنع منها مين؟ بروتين. البروتين هو عباره عن ايه؟ هم سلسله من احماض الامينو. ف مين بقى اللي بيخلي بيزود الابتيك بتاع الامينو اسيد؟ هو جروث هرمون وبيزود البروتين سينثيسيس. بيزود البروتين سينثيسيس ماشي؟ خلاص انت كذكي بقى يعني استنى انا بقول لك دلوقتي الجروث هرمون بيعمل ايه بالنسبه للليفل بتاع الامينو اسيد يعني مستوى الامينو اسيد في الدم لما الجروث هرمون يكون كتير هيخلي الليفل عالي ولا قليل؟ عالي. اذا كان هو بياخدها من البلد ويديها جوه الخلايا انا بتكلم على البلد ليفل. بلد ليفل ده بلد اوكي انا ماليش دعوه مستوى الاحماض الدمويه جوه الخلايا انا ماليش دعوه انا دايما ان ايه في البلد يبقى اكيد هيعمل ايه هيقلل مين الامينو اسيد في البلد ماشي. طيب هنحتاج الكلمه دي. طيب بيقولوا ايه بقى اللي هم العلماء قالوا ايه؟ قالوا والله ده الجروث افكت والبروتين ميتابوليك افكت ده اصلا بيتم عن طريق سوماتوميدي يعني بس دي يعني اعرفها بس لكن انا مش موضحها عندك يعني اللي بيعمل جروث افكت وبيعمل بروتين ميتابوليك افكت هو مين؟ سوماتوميدي. مين بقى اللي بيعملها بروح بقى بنفسه بقى اللي هو مين؟ اللي هم الاثنين دول اللي هم الكربوهيدرات مين كده مش هنعلق عليها ولا حاجه عشان ما تتهوش مني. طيب بيعمل ايه بالنسبه للكربوهيدرات يا جماعه؟ بنسمي ال 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 الجروث هرمون اللي هو حاجه اسمها انتي انسولين افكت. انتي انسولين افكت يعني ضد الانسولين ضد مين؟ انا ساعات انا من وجهه نظري انا بقول والله ساعات بقول ان الانسولين ده هرمون شجاع. هرمون شجاع ليه بقول عليه هرمون شجاع؟ لانه هو الانسولين بيحاول دايما يعلي السكر ولا يوطي السكر. الناس الدايابيتيك بتاخد مين؟ انسولين عشان ايه؟ طب هو بيعمل ايه الانسولين مثلا؟ بديهي كده اكيد بياخد الجلوكوز ويدخله جوه مين؟ خلايا. جوه خلايا بيزود الابتيك. بيزود مين؟ الابتيك بتاع الجلوكوز ماشي. فبيقلل وبيقلل مين؟ البلاد جلوكوز ده هو الوحيد يعني الهرمون الوحيد في جسمك اللي بيقلل مستوى جلوكوز الدم هو. لا اعرفها بس كده خلاص اعرفها المعلومه بس منها هكررها كتير. وفي بقى مجموعه كتيره بقى من الهرمونات تتكتل وتتشكل ضده يعني عشان كده بقول هو شجاع يعني دايما هنلاقي فيه مجموعه ضده يعني بيعملوا ايه؟ بيرفعوا مين؟ بيرفعوا السكر. انا هقولها دلوقتي بس هنكررها بعدين يعني هتلاقي يعني اعرفها بس كده كمعلومه مني دلوقتي. هتلاقي الانسولين الوحيد اللي يقلل البلاد جلوكوز يقلل مين؟ البلاد جلوكوز ليفل. الجماعه بقى اللي هم ضده بقى الجماعه اللي هم مين؟ ضده اللي هو بيسموهم انتي انسولين. المجموعه الانتي انسولين دي اللي هي مجموعه الشر بقى مجموعه الشر دي تشترك في حرف الجيم حرف الجيم حرف مين؟ الجيم. ثلاثة حرف الجي، ثلاثة مين؟ حرف الجي، أول واحد جي احنا خدناه دلوقتي اللي هو مين؟ جروث هرمون. بقول لك هو ده أنت انسو هتصرف اللي هو جروث مين؟ جروث هرمون. جروث هرمون. جروث هرمون، ده أول هرمون حرف الجي. و الجلوكاجون، جلوكاجون حرف مين؟ حرف الجي برضه ماشي. والكورتيزون اللي هو مجموعة اسمها جلوكو كورتيكويد، جلوكو طبعا معاهم واحد تاني كده بس ملوش دعوه بالجي اللي هو الابنفرين الادرينالين يعني ماشي. يبقى اللي بيرفع السكر دم
أربعة هرمون اللي هما مين؟ الحرف الجي اللي هو جروث هرمون، جلوكاجون، جلوكورتيكويد اللي هي الكورتيزون، والإبنفرين. ودي خدناه على فكرة الإبنفرين ده خدناه في الأوتونوم. قلت له يا جماعة الإبنفرين ده اللي هو سمباثيك كان بيشتغل على الليبر، حاجة اسمها بيتا 2 ريسبتور، بيزود حاجة اسمها جلايكو جينوليس، بيكسر مين؟ الجلايكوجين اللي في الليبر، فبيرفع البلاد مين؟ الجلوكوز ليبر. خلاص طيب عظيم، تعالى معايا بقى. ايه بقى ازاي ازاي الجروث هرمون ده انتي انسولين؟ في هنا يا جماعه ده الانسولين اهوت مثلا، وفي عندنا حاجه اسمها انسولين ريسبتور. انسولين مين؟ ريسبتور، ماشي. اللي هي كان عن طريق يعني عن طريقها كان بيحصل جلوكوز ابتيك او ابتيك جلوكوز، بيحصل ابتيك لمين؟ عن طريق مين؟ الانسولين ريسبتورز. هفهمها لك بعدين. فبيجي بقى مين؟ يجي الاخ ده اللي هو جروث هرمون ده ضد الانسولين اصلا، ضد مين؟ فبيقلل النمبر اوف انسولين مين؟ ريسبتور. لما قال يا جماعه النمبر اوف انسولين ريسبتورز يبقى كده ايه؟ هيقلل دخول فالجلوكوز، يفضل مين؟ عالي فين؟ في البلد. ولو الجروث هرمون ده يا جماعه زاد قوي افرازه، ده الشخص في الحاله ديت ممكن يبقى دايابيتك، ممكن يبقى مين؟ دايابيتك، مريض من السكر، مريض مين؟ سكر. فبنسمي الايفكت بتاع الانسولين دوت بتاع الجروث هرمون بنسميه دايابيتوجينيك ايفكت. دايابيتوجينيك ايفكت يعني فعل يؤدي الى جينيك، جاي من جينيسيس تكوين يعني، او اخلاق لحاله اسمها ايه؟ حاله اسمها دايبيس. حاله اسمها مين؟ دايبيس. طيب انت تتخيل كده، تتخيل يعني لو واحد جاله جروث هرمون عالي قوي، تقوم تقول لي طب يا دكتور طب الجروث هرمون ده يبقى عالي ازاي؟ في حاجه اسمها ادينوما يعني اللي هي ورم خلايا كده سرطانيه، بناين تيومر يعني. انتوا عارفين حاجه اسمها بناين ومالجننت؟ لا. انواع تيومرز. طيب حميد وخبيث، ورم يقول لك ورم حميد باللغه العربيه ورم ما علينا. المهم في تيومر سيل، والتيومر سيل دي ساعات يا جماعه بتبقى فانكشنال يعني ساعات تشتغل زي مين؟ زي الشغل الطبيعي بتاع مين؟ الاورجن، بس اوفر لان الخلايا السرطانيه بتتزايد، فبالتالي كميه الهرمون بتبقى ايه؟ كتيره جدا. وممكن ساعات الخلايا السرطانيه تبقى مدمره يعني بس هي كده هي نيله في كلتا الحالتين يعني ممكن تدمر الخلايا اللي هي بتاع الاندوكراين جلاند وما تخليش الجلاند ما تفرزش حاجه خالص، يا اما تعمل مين؟ تعمل العكس، خلايا تفرز بس هتفرز بقى بالهبل بقى، ما يبقى ده غلط وده غلط، ماشي خلاص. فدلوقتي لو في تيومر حاجه اسمها بيتيوتري ادينوم، تيومر بيفرز كميه هائله من الجروث هرمون، هذا الشخص يصبح دايابيتيك. انت بقى انا بسالك سؤال اهو، هل ينفع ان انا اعالج الراجل دوت ان انا ادي له انسولين؟ لا، مش اللي بيعالج الدايبيتس هو الانسولين، لكن هو انتي. يلا اسكاي، جروث هرمون ما بيخليش انسولين يشتغل، فانت الانسولين انت بتديه ده هتديه كده في التنين في البحر، مش هينفع انسولين. يبقى في الحاله دي بنسميه ايه بقى؟ بنسميه انسولين ريزيستنت دايبيتس، يعني دايبيتس مقاوم لمين؟ انسولين. عالج المشكله، عالج يعني انت عندك المثل ده، عندك حنفيه بتدل بتكب بتغرق بتاع الصاله مثلا ولا الغرفه اللي انت قاعد فيها، وانت سيادتك ماسك البتاع المساء عمال مين تمسح، يا سلام مفكر ان ايه ان عمليه هتنشف، لما تروح تقفل الحنفيه انتوا حاجه يعني قصدي انتوا فاهمين حاجه يعني دلوقتي حصل بلوه اللي هي مين؟ الدايبيتس. ما تقوليش بقى عليكها بمين؟ بانسولين. ده المساحه روح اقفل مين يعني، روح شيل التيوب، روح شيل التيوب. فبنسمي الحاله دي انسولين ريزيستنت دايبيتس، ده لو زاد مين؟ جروث هرمون وما خدش علاج. طيب عظيم، عرفنا بقى. طيب نيجي بقى لمين؟ نيجي للليبيد. الليبيد قال لك ده بيعمل حاجه اسمها لايبوليسيس. لايبوليسيس يعني بيكسر يا جماعه دي الدهون في الادبوس تيشو، حاجه اسمها فاسل ادبوس تيشو. لما يكسر الدهون دي يا جماعه اللي هي حاجه اسمها ترايجلسرايد كسر لي جليسرول وثلاثه مين؟ فاتي اسيد. فالفاتي اسيد
اخبارها ايه في البلاد؟ طب بقى انا مش عايز هيجي هتعلم شاطر هنزود مين؟ لو انت بقى ذكي معايا كده اللي عمليه تكسير الليبيد اسمها لايبوليس ماشي. لو انتوا اذكياء بقى ثلاث حاجات اللي انا بتقول اللي هو النيوترينت اللي هي امينو اسيد ها جلوكوز فادي اسيد قول لي بقى الجروث هرمون بيزود مين ويقلل مين؟ واضحه بيزود الليفل بتاعهم في البلاد بيزود الجلوكوز بيزود مين فادي اسيد ويقلل الامينو اسيد الامينو اسيد. طيب انا ليه بقى ركز على الكلمه دي؟ انا لما اقول لك ما دلوقتي يا جماعه هناخد مقارنه اللي هي ايه الفاكتورز او ايه العوامل اللي بتزود جروث هرمون سيكريشن وايه الحاجات اللي بتقلل الجروث هرمون سيكريشن هناخدها بعدين مش دلوقتي ماشي او يعني كمان ثواني. فانت خليك ذكي تقول لي كده والله ايه الحاجات اللي تزود الجروث هرمون سيكريشن لما الامينو اسيد يزيد لما الامينو اسيد مين يزيد ولما الجلوكوز يقل لان هو اصلا بايه يزود الجلوكوز ولما الفات اسيد مين يقل يبقى ايه الحاجات اللي تزود الجروث هرمون يلا شطار امينو اسيد الامينو اسيد نقص الجلوكوز نقص الفات اسيد يلا عكسها يلا ها ايه الحاجات اللي تعمل انهيبيشن للجروث هرمون سيكريشن نقول للجروث هرمون شكرا زياده لو الامينو اسيد انخفض قلت مين الامينو اسيد وزاد الجلوكوز زاد مين فات اسيد. في الحاله دي نقول نقول الجروث هرمون مش عايزينك واضحه ولا فهمتوها ولا يبقى انا دلوقتي قلت ثلاثة فاكتور بيزودوا ثلاثة فاكتور بيقللوا ودي جبناها كده بالذكاء. بمناسبه طب ماشي تعالى بقى معايا بقى للرسمه الموجوده عندك عشان تفهمها. او خلاص اعملها لكم انا اول بس انت فهمت الحته ديت يعني هو بيعمل ايه اهو هو الامينو بيزود يا جماعه البروتين سينسيت وبيزود الابتيك بتاع الامينو اسيد فعشان كده الامينو اسيد في الدم في البلاد بيقل الجلوكوز بيزيد الفاتي اسيد بتزيد واضحه. طيب نشوف بقى الحاجات دي ونروح ل اللي هو الكنترول سكريشن بقى ايه الحاجات اللي بتزود حاجات مين لو عايزين تاخدوا صوره ماشي اوكي تمام يا صور.